نعم بالفعل، قبل قليل انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد عماد حشاش والذي ارتقى برصاصة من قناص إسرائيلي خلال تنفيذ حملة مداهمة فجر هذا اليوم في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. انطلق من مستشفى رفيديا إلى منزل العائلة حيث ألقيت نظرة الوداع، وبعد ذلك سيصل إلى هنا إلى مسجد عباد الرحمن لأداء صلاة الجنازة عليه، وبعد ذلك أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. اليوم يعني تخلله حالة من الغضب هنا في مخيم بلاطة، وأعلن الحداد العام ببيان من الفصائل الفلسطينية والقوى والفعاليات داخل مخيم بلاطة، سيما وأن الشهيد الحشاش ارتقى برصاصة قناص إسرائيلي خلال تنفيذ حملة مداهمة واعتقالات. تعرضت خلال هذه الحملة قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار، الاشتباك المسلح دار لعدة دقائق، استنفر جيش الاحتلال ورفع من وتيرته الأمنية الشاب عماد والذي يبلغ من العمر 15 عاما، تقدم إلى واحدة من النقاط القريبة من منزله على هذا سطح المنزل، رصاصة لقناص إسرائيلي أطلق النار بصورة مباشرة على رأسه وتحت وابل القنابل الصوتية والغازية، أخلت العائلة الشاب المصاب الحشاش لكنه فارق الحياة ولم تتمكن الطواقم الطبية من إسعافه. في هذه اللحظات موكب التشيع يصل إلى مسجد عباد الرحمن في المدينة. إذا تحدثنا عن الفتى عماد حشاش والذي يبلغ من العمر 15 عاما، هو الشهيد المدلل للعائلة، هو سابع الأبناء في عائلة خالد حشاش، وكان كانت والدته قد توفيت قبل 12 عاما، أي عندما كان يبلغ 3 سنوات آنذاك. في هذه اللحظات ظهور مسلح لمقاومين فلسطينيين ممن تصفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية بالمطاردين والمطلوبين لديها، كانوا في بيان سابق خلال الأيام الماضية وتم التأكيد عليه هذا اليوم بأنه لن يكون هنالك إطلاق للرصاص بالهواء إكراما دماء الشهداء، غرارا على ما حدث في مخيم جنين الأسبوع الماضي عندما ارتقى 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأغلقت فوهات البنادق، في رسالة واضحة من قبل المخيمات الفلسطينية بأنها تتحدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أمام حملات التنكيل والتنغيص والإرهاب وحملات الاعتقال الليلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في المخيمات تحت طبعا حجة الهوس الأمني والملفات الأمنية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية. هذا المشهد لهذا اليوم في مخيم بلاطة يأتي بالتزامن بالتأكيد في سياق التوتر الذي يحدث في الضفة الغربية منذ مطلع العام 2021. نحن نتحدث عن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في هذا العام، ولربما كان العدد والحصة الأكبر في نابلس وجنين، والأرقام هذه تزامنت بالتأكيد خلال فترة هبة الشيخ جراح والتصعيد الذي كان في قطاع غزة في شهر مايو أيار العام الجاري. وبالتأكيد كان هنالك تحذيرات حول طبيعة الوضع الأمني بأن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد ومزيد من التوتر، سيما في ظل طبعا الاقتحامات المتكررة والمخططات الاستيطانية التي يحاول المستوطنون ترسيخها على أرض الواقع، ولربما أبرزها تلك التي تتعرض لها أراضي جنوب نابلس في بلدة بيتا، والتهام أكثر من 3000 دنم لما يسمى بالطريق الالتفافي على مشارف مخيم بلاطة، وهو المخيم الأكثر مساحة الأكبر مساحة والأكثر كثافة سكانية بقوام تقريبا عدد من السكان أكثر من 30,000 نسمة، يعيش كافة المآسي الاجتماعية الاقتصادية السياسية الأمنية. يعاني الأمرين صيفا وشتاء انقطاع في التيار الكهربائي واحتياجاتها، أمام ذلك يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ هذه العقدة لمخيمات اللجوء الفلسطينية في هذا الواقع. ولربما يرى كثيرون بأنه من المبرر أن نتحدث عن ظهور للمسلحين، عن فتية يحملون السلاح، عن شبان الآن هم مطاردون لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه الانتكاسات التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة مخيمات الوطن
وتحديدا في الضفة الغربية، ولربما مخيم بلاطة هو النموذج الذي يعيش حالة متوترة تارة في الأزمات الداخلية وتارة في الصراعات مع جيش الاحتلال، ورغم ذلك هو يتسيد مشهد المواجهة وحربة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. في هذه اللحظات يسير موكب جثمان الشهيد عماد الحشاش. في هذه اللحظات هو طالب، كان من المفترض لهذا اليوم صباحا أن يرتدي زيه المدرسي ويذهب إلى المدرسة في الصف التاسع بعد أن كان هنالك انقطاع له عن الأعوام الدراسية، إلا أنه تفاجأ صباح هذا اليوم بأنه يلف بعلم فلسطين، لم يستمع للنشيد الوطني الفلسطيني وإنما استمع لبكاء المودعين والمحبين. قبل ساعتين من استشهاده وأثناء حديثنا مع العائلة كان يبوح لوالده بعدد من الكلمات، قال له والدي متى ستزوجني، كانت هي الأمنية أن يصبح عريس. تفاجأ صباح هذا اليوم بأن يصبح عريس فلسطين وهو الشهيد الذي سيوارى الثرى خلال اللحظات. تم تأجيل تشييع جثمان الشهيد منذ ساعات ظهر هذا اليوم إلى اكتمال المراسم والترتيبات والإجراءات بالنسبة للعائلة، سيما وأنها دخلت حالة من الصدمة الحقيقية في الخبر الذي تلقته صباح هذا اليوم. العائلة كانت نائمة، كانت هنالك مداهمات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، تسمع في هذه اللحظات أصوات لإطلاق الرصاص وفي مخيم بلاطة، طبعا غضبا ويحمل الكثير من الرسائل المتعددة التي يحملها المقاومون الفلسطينيون هنا في مخيم بلاطة بأنهم سيتصدون لكل عملية اقتحام للمخيم، تماما كما حدث مع جنين، وتماما بأنها كما جاء في البيان بأنها محرمة هذه المدينة وهذا المخيم على جنود الاحتلال الإسرائيلي الذي لربما دفع الفاتورة الأكبر خلال انتفاضة الأقصى من الشهداء والمطاردين والمعتقلين وعمليات الهدم والتدمير. هذا كله يحدث الآن في مخيم بلاطة، طبعا في ظل التعقيد الذي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي فرضه على المشهد. تشاهدون هذه الصور في انتظار وصول موكب جثمان الشهيد، خرج من منزل عائلته قبل قليل وفي انتظار أن يصل خلال هذه اللحظات هنا إلى مخيم إلى مسجد عباد الرحمن على مدخل مخيم بلاطة من أجل أن يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد ذلك يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس. كيف تفاعلت السلطة الفلسطينية مع هذا المشهد خالد وبعد إطلاق الرصاص على الشهيد؟ سلسلة من الردود كانت صباح هذا اليوم، ولربما أبرزها تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد شتيه بأن حمل الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المسؤولية التامة والشاملة عن جريمة إعدام وقتل الفتى عماد حشاش في مخيم جنين. كانت هنالك أيضا بيانات للخارجية الفلسطينية سابقا قبل يومين مع ارتقاء طبعا عدد من الشهداء أن يكون هنالك ارتفاع لوتيرة التصعيد الأمني وأن الأفعال التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون بالتأكيد ستقود إلى تعقيد المشهد في المنطقة. يسمع إطلاق كثيف في هذه اللحظات للأعيرة النارية للتعبير عن الغضب هنا في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. الجنازة باتت على وشك الوصول لربما دقيقة من الآن، يدخل جثمان الشهيد عماد حشاش إلى مسجد عباد الرحمن مدخل مخيم بلاطة في هذه اللحظات برفقة المشيعين، فصائل العمل الوطني، المخيم، القرى المجاورة، كل ذلك رفض طبعا التصعيد الذي حدث في المدينة. الآن سنحاول أن نكون في موقع أفضل في هذه الأثناء لنقل هذه الصور المباشرة عبر فضائية الغد لمشهد تشييع جثمان الشهيد بالتأكيد عماد حشاش في مخيم جنين في هذه المسيرة الحاشدة والغفيرة التي يشارك بها الفلسطينيون
الفلسطينيون من كل حدب وصوب وسط صيحات تطالب بالانتقام والصيحات الغضب التي تؤكد على المشهد الفلسطيني في قدرته على طبعا أن يكون ندا للاحتلال في عملياته التي تصف بأنها بربرية لاقتحام اقتحامات المنازل، المدن، القرى، المخيمات وارتكاب هذه الجرائم. التقرير الطبي صباح هذا اليوم كان يؤكد برصاصة واحدة فقط أنهت حياة الشاب في الربيع من عمره، رصاصة واحدة استقرت في رأسه وأدى ذلك إلى ارتقائه شهيدا. حتى جيش الاحتلال لم يسمح. أترك لكم هذه الصور المباشرة. نعم، جيش الاحتلال لم يسمح يعني بعد هذه الصيحات الغاضبة للمشيعين والمودعين في مخيم بلاطة، لم يسمح للشهيد وعائلة الشهيد عفوا بأن تسعفه وتخرجه بصورة طبيعية. ألقى عليها وابل من القنابل الغازية، القنابل الصوتية لإعاقة عمليات الإسعاف، حتى أن سيارات الإسعاف تلاقت بهم في الطريق، أي على بعد نحو كيلو متر من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إسعافه. الآن دخل جثمان الشهيد إلى مسجد عباد الرحمن في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع وكذلك أيضا أداء صلاة الجنازة، وبعد ذلك سيتم طبعا مواراته الثرى في مقبرة الشهداء هنا في مخيم بلاطة. الجدير بالذكر بأن المخيم يشهد حالة أمنية معقدة بالتأكيد مع ظهور عدد من المسلحين لعدة أذرع عسكرية فلسطينية لكتائب شهداء الأقصى، سرايا القدس، الجهاد الإسلامي واليسار الفلسطيني، وهذا المشهد الوحدوي الذي تفرضه دماء الشهداء على المخيمات في مواجهة طبعا الأزمات المتكررة في عدد من المناطق وعدد من النقاط الفلسطينية. تشاهدون حالة الحداد، الإغلاق الشامل والعام لكافة المحال التجارية في مخيم بلاطة، وهنالك احتشاد للآلاف من الفلسطينيين من أجل طبعا أن يكون هنالك طبعا وداع لجثمان الشهيد. نعم. في اللحظات القادمة حيث يرفع في هذه اللحظات أذان العصر، وبعد ذلك سيكون هنالك مواراة للثرى في مقبرة الشهداء هنا في مخيم بلاطة. نعم. إلى الشرق من مدينة نابلس.